يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم، حلقه جديده السادسه، تحياتي لكل الاهلاويه في يوم المباراه الاهلي والانبي طبعا النهارده الساعه 9:30، وبعد السادسه هيبدا طبعا استوديو التحليلي مع زميلي العزيز كابتن ايمن شوقي وضيوفه. خليني بس ادخل في موضوع حلقتنا عشان وقتنا. نمره واحد هكلمكم، وانا بما ان احنا بنفتح ملف الدوري النهارده هكلمكم عن شكل المنافسه في الدوري المصري. انا الحقيقه وكتير من الناس يعني تفائلت بشكل كبير جدا بوجود رابطة الأندية وتوليها إدارة مسابقة الدوري الممتاز، وقلنا إنه ده هيصب في مصلحة الكل، مصلحة الأندية ومصلحة البطولة نفسها ومصلحة اتحاد الكرة اللي هيشيل واحد من أصعب الملفات وأتقلها عليه ويبتدي يتفرغ لإصلاح أحوال المنظومة وملفاتها، وهي ملفات كثيرة جداً. يمكن ده ما حصلش او يمكن ننتظر حدوثه، لكن في نفس الوقت تعالوا نبص قبل ما نبص على مسابقه جدول مسابقه الدوري الممتاز. انا عايز اخد حضراتكم لجداول ممتاز بيه ده بيتلعب عن طريق ثلاث مجموعات، مجموعه في الصعيد، مجموعه في القاهره، مجموعه وجه بحري، وكل بطل مجموعه بيروح مباشره بيتاهل للمشاركه في الدوري الممتاز. انزل بجداول الدوري الدرجه الممتاز به، تعالوا نشوف كده شكل المنافسه في الثلاث مجموعات عامل ازاي. طيب المجموعه ايه؟ دي مجموعه الصعيد، بيتصدر فيها الجونه، بيجي في المركز الثاني لافيينا، بيجي في المركز الثالث بترول اسيوط، النصر للتعدين رابع، ومصر المقصه خامس. تعالوا نشوف كده نقاط كل فريق. الجونه المتصدر 57، لافيينا 56، بترول اسيوط 50، النصر للتعدين 47. لغايه كده تقدر تقول ان المنافسه يمكن بين الثلاثه الاوائل، في منافسه حقيقيه، وخصوصا طبعا بين الجونه ولافيينا، الاثنين قريبين جدا من بعض، لعبوا نفس عدد المباريات، وبالتالي واحد منهم بس هيتاهل، وبيطاردهم بترول اسيوط ومن بعيد النصر للتعدين ومصر المقاصه. دي مجموعه الصعيد، في منافسه. نروح للمجموعه الثانيه، دي مجموعه القاهره، عندنا زد اف سي في المركز الاول، عندنا برصيد 53 نقطة، سكة الحديد في المركز الثاني 50 نقطة، وادي دجلة مركز ثالث 50 نقطة، ووراهم القناة 46، بتروجيت 42، يعني المنافسة على المركز الأول قائمة وبقوة، في عندي ثلاث فرق بيتنافسوا وقريبين من بعض، لعبوا نفس عدد المباريات، لكن الزد بيتفوق بثلاث نقاط عن السكة الحديد وعن وادي دجلة اللي بيطاردوه على صدارة المجموعة، في منافسة؟ أكيد في منافسة. نروح للمجموعة الأخيرة، مجموعة وجه بحري، عندنا مجموعة مولعة نار، طنطا في المركز الأول 48 نقطة، أبو قير للأسمدة 47 نقطة في المركز الثاني، بلدية المحلة مركز ثالث 46 نقطة، ديكيرنس مركز رابع 46، وجمهورية شبين، يا جمهورية شبين، فاكر أنا جمهورية شبين، 45 نقطة في المركز الخامس. الفرق بين الأول والخامس ثلاث نقاط، والفرق بين الأول والثاني نقطة، والأول والثالث نقطتين، والأول والرابع نقطتين، يعني منافسة حامية جدا. خدت بالك من شكل المنافسة عاملة ازاي في الممتاز به؟ في منافسة عنيفة جدا في الثلاث مجموعات. خدني بقى وديني لجدول الدوري الممتاز. الأهلي 21 نقطة من ساعة 17 إبريل آخر مباراة لعبناها قدام سموحة اللي كسبناها 2-0، يعني تتكلم في شهر ويه والأهلي مبتعد للمشاركة في دور ربع النهائي، دور نصف النهائي، أربع ماتشات في دوري الأبطال، منهم واحدة في تونس، واحدة في المغرب، ومنهم مباراة سوبر في الامارات، ومنهم مباراه نهائي كاس مصر، وبالتالي بيعود الاهلي بعد غياب لبطوله الدوري اللي حضراتكم شايفين كده فيها ان الاهلي ما زال متصدر رغم ان في فرق وصلت ل 29 مباراه. يعني الاهلي ليه 8 مؤجلات، الاهلي لو لعب 8 مؤجلات كسب ال 8 مؤجلات حسم البطوله. ايه طبيعه المنافسه اللي موجوده في الدوري الممتاز عندنا؟ ايه شكل المنافسه اللي موجود في الدوري الممتاز عندنا؟ ده محليا. ده محليه الكلام.